نحن كبلدية مغرطحين هلأ ليس في وصاياتنا الإدارية، هو في وصاية مديرية الآثار. البلدية عندها استقلاليتها. إذا إجا السائح لعني كان بيسأل الدكانة، بيسأل البيت إلا يعرف المفتاح عند مين. أهميته هو من مثل أهمية الماء والأكل للإنسان. كل مغارة إذا بتشوفوا من المغاور هيدي انشغلت بالإيد، انحفرت بالإيد، في مغاور كانت مسكرة. بحجار تبع البك عالدهر عالسنين.